عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، حبه طيبه على خير. اليوم فيديو جديد، ماشي من القسم مي من الدار. في الدار عندنا اون بيتيت كلاس، دونك هنا البلاصه اللي تنحفظ فيها انا مع لي زانفون. بارفو تنكون انا حاضره معاهم، بارفو تيكونوا بوحديتهم اوتونوم. دونك اليوم الفيديو درت ليه كعنوان يعني المدرسه العموميه، وبغيت انني نشارك معكم يعني تصريحات من فم اطفال. تما كتعرفوا الاطفال ما تيكذبوش، داكشي اللي تيكون في الحقيقه تيقولوه. دونك غادي نبداو من الاكبر الى الاصغر، منها غتعرفوا على بنتي، ومنها غادي تعرفوا يعني على الحوايج الخبايا ديال التعليم العمومي، سواء كان ابتدائي سواء كان اعدادي. دونك اول واحد غادي نبداو به هو اياد. اياد هو ولدي الكبير، دونك غنخليه يعرفكم براسو. غادي انا اياد كنقرا في السابعه، عندي 12 عام، لا 13. كان دابا كنقرا واحد الموسوعه ديالي من المجموعه الاولى من مومو. هاد الموسوعه هادي واش كاينه عندكم في الكوليج؟ لا دابا اللي بغيتك تقول لهم في الكوليج، واش لي بروف اللي تيقراو واش سون كومبيتون، يعني واش تيخدموا معكم تيشرحوا لكم؟ تيخدموا معنا تيشرحوا مزيان. واش كيديروا لكم يعني في لا كلاس، واش كيديروا لكم بحال هاد الفرزيات؟ كيخدموا مع واحد الفئه؟ لا كلشي معكم، كلشي العمومي هذا. والتمارين تاعكم لي ديفوار؟ تاعنا لي ديفوار هو هادي العربيه كملتو دونك تعطيوهم لي دوفوار افير. الفرزيات ما كاينينش، تشرحوا لهم الدروس، و تيديروا لقاءات تواصليه معنا حنايا. دونك واحد اللقاء تواصلي الشهر اللي فات اياد ولا قبل الشهر اللي فات، دونك غادي يكون في قبل شهر جوج تقريبا. شهر جوج كان لقاء تواصلي وهضرنا مع الاساتذه عن الكتاب، يعني حتى ولات عندهم واحد الفكره على الوليدات، وخدموا معاهم الدوره الاولى، وكانت عندهم واحد يعني عندهم ما يتقال. ومشينا حنا واستقبلونا في واحد السبت وهضرنا معاهم باش نشوفوا يعني المواد اللي مزيانين فيها وليداتنا، والمواد اللي خاص باقي يتخدموا فيها. بالنسبه للمواد هي شنو المواد اللي كتخدم فيهم زوين؟ المواد يعني الطبيعه، اها عندك الفيزيك الاس في تي والمات والفرنسي والطبيعة الموسيقية والطبيعة الجبلية. هادو مواد تكميلية، ولكن العربية كتجيب فيها دو بون نوت؟ كتجيب فيها دو بون نوت، و التخصص اللي بنديرو من بعد في تخوازيام الي كوليجيال بنديرو علمي ان شاء الله. دونك باقي بكري، سا اونكوغ تو انه يعني يقرر واش هو علمي ولا ادبي، ولكن فقط كميول. والاسبوع اللي فات كانوا حيت هو تيديرو التربية الموسيقية، وديجا اياد هو عنده سنه ثالثه، اياد سنه رابعه في الجيتار. دونك كان هو ضيف شرف، عرض عليه الاستاذ ديالو في العمومي تنقول لكم الاستاذ جمال الشافعي من بزاف جيش المال. فوالا، دونك عرض عليه هو واحد ليفينمون كانوا داروه، وكان اياد هو ضيف شرف. دونك شي حاجه اللي زوينه. دابا غادي نشوفو كوثر عرفينا براس. شوفي هو عرفينا براس. انا كنقرا الموسيقى في الرابع، عمري 5 سنين، وانا كنقرا في لا تخمون زي تاع داكشي لغات الاشارة تاع الدين ولا تاع لا داكور. انا بغيت نسولك كوثر، في المدرسة انت كتقري في مدرسة الاطلس، مدرسة عمومية، بغيت تقولي لي على الاساتذة ديالك ديال الفرنسية وديال العربية، واش كيشرحوا لكم الدروس؟ واش كيعطيو لكم التمارين؟ واش كيراقبوا لكم الدفاتر؟ واش كيديروا الفرزيات؟ شي تيخدم معاه شي ما تيخدمش معاه، ولا تيخدموا مع الجميع؟ كلشي. والاساتذه ديالك عزازين عليك ولا لا كتكرهيهم؟ عزازين عليا. اسمك الاستاذ ديالك باللغه العربيه؟ عائشه. عائشه. واستاذ باللغه الفرنسيه؟ سليمان. و مثلا الا قلنا لك واش تختاريهم هما ولا تختاري شي اساتذه ديال الاخرى، تختاريهم هما اللي تيقراو؟ راه كيما قلت لكم انت لي صار ما تعرفوش يكتبوا. دونك ديجا هذيك الغولاسيون بين التلاميذ وبين الاساتذه في المدرسه العموميه، ما شاء الله عليهم تيقدروا انهم يخلقوا واحد التواصل، ويخليو ان الاولاد او الاطفال انهم يكونوا مربوطين فيهم ويكونوا تيسمعوا ليهم.
يعني دائما الاساتذه حنا حاضرين معنا في الدار. قال الاستاذ، قالت لنا الاستاذه واحد البروجي خصنا نخدموه. يعني دائما دائما المدرسه كاينه في الدار، دونك شي حاجه اللي زوينه. بيان سور ابار ليكول ابار لي دوفوار تيكون عندهم هنا دي زونسيكلوبيدي اللي كنديروهم، يعني شي حاجه اللي زايده كما قلت لكم كوثر. كاين واحد الكتاب ديالها سميتها نوتر موند، نوتر موند التاريخ ديال نوتر موند. هذه اونسيكلوبيدي اللي ديناها اخر وحده. تقدر تبقى معنا يعني في كاع يعني في المراحل العمريه، جبت تصغرين من البريمير الكوليج الليسي حتى ليزيتود يعني الجامعيه. وهنا غادي نمشيو نشوفو زياد. عرفنا براسك واش سميتك، وشوف الكاميرا وهضر. واش سميتك؟ سميتي زياد بوزيد. شحال العمر ديالك؟ زيد tu as 6 ans. انت شنو وصلت لك تقرا؟ tu as quel classe؟ سي بي. والمدرسة ديالك سميتها؟ أطلس. الأطلس. شوف الكاميرا وقول لي ماشي مشكل سي بي، وقول لينا واش الأستاذ ديالك والأستاذ ديالك تشرحوا لك كيف شنو خصك دير، ولا غير تتحل الكتاب وخصك تدير أنت التمرين بوحدك، ولا تشرحوا تقول لك شنو خصك دير شنو خصك دير؟ كيشرحوا لي بعض مرات الأستاذ ما كيكونش عارف تسالي وما كتشرحش لينا. هي شي حاجه سهله خصكم تكونوا كتعرفوا ليها. واخر مره فاش كان كان عيد المراه قلتي لي ماما بغيت ندي واحد الكادو لا ماتريس ديالي، اشنو درتي ليها؟ بومبا. ليها ماكياج تاع البومبا فيها الشوكولا ولي بومبا. كان داك ليفينمون ديال 8 مارس ودا لا ماتريس ديالو ان كادو، ولا ماتريس ما قالت ليهمش جيبوا ليها كادو بوحدو، بغا انه يجيبوا ليها. قول لي يا زياد، كتقرا الفرنسيه والعربي ولا غير الفرنسيه بوحدها؟ الفرنسيه والعربيه. والرياضيات؟ الرياضيات. والنشاط العلمي؟ النشاط العلمي. قولي لي لو بوغ دوكيمون، نشوفوا لي دوفوار اللي كيعطيو لكم الاساتذه. هنا هاد لو بوغ دوكيمون كنت نعاود ناكد عليكم، راه مدرسه عموميه وتيعطيو لهم لي دوفوار، تيعطيو لهم لي دوفوار افير بعض المرات في الويكاند، بعض المرات كيعطيو لهم في لي فاكونس. اما ليكريتور اما لي زاتولي دوك الورشات القرائيه تشوفها سواريه تشوفها سوا سي با انكور طونكو. دير هزو هكذا، هزو وريه لينا في الكاميرا، هزو فوالا. هو باغي حتى رمضان الكريم كنعطيو ليهم الكولورياج، وحتى هما دايرين ان جروب في الواتساب مره تبقاو يعطيو لينا بحال هكذا، اما شي تمرين اما شي ايفينمون. لا هزو هكذا باش يشوفو. لا لا دورو دابا، دورو فوالا فوالا. اها حتى زياد حتى هو تيدير سوربان وشطرنج وكيدير لا ميوزيك. شنو اللي كتعزف انت، البيانو ولا الجيتار؟ البيانو. البيانو فوالا. وي اياد اوسي، حتى اياد كيدير لا جيتار. انا كندير الجيتار بالالكتريك فاندر. اها وكوثر كدير بيانو. ان شاء الله شي حصه اخرى ونكونوا ونسولو لهم شي مقطع. برافو زياد، برافو كونتيني اكري داكوغ. دابا غادي نشوفو هاد الكتكوتة هادي. شوفي غيكارد الكاميرا، تي تابيل كومو؟ غيكارد الكاميرا، تي تابيل كومو تي تابيل؟ رينات. تي اون كيل كلاس؟ لا كرون. كومو سابيل تا ماتريس؟ سي موا تا مامون سي تا ماتريس. رينات هي مستمعة عندي في لا كرون سيكسيون، ان شاء الله العام الجاي غادي نعاود ليها لا كرون سيكسيون. دونك هي يعني اللي شدات واللي خدات هاد العام راه كافي جدا. دونك هو هذا الفيديو ديال اليوم، لان بزاف كتسولوني علاش اختاريتي المدرسه العموميه لوليداتك الوغ كو تقدري انك تخليهم معاك في المدرسه الخصوصيه. سولتوني على المدرسه العموميه، يعني الاختيار واش كان في محله، واش انا ندمت على هذا الاختيار. المستوى ديال الوليدات ديالي كيفاش داير، يعني الدوره الاولى كانوا عندهم دو بون نوت. شحال جبتي زياد في الدوره الاولى؟ سبعة فاصلة شي حاجة ما عقلتيش. 7.76. انتيا كوثر 7.7. المهم 7.7 شي حاجة ما يفتي أونس. وإياد 17.30. فوالا، دونك هاد المعدلات اللي جاب أنتيا تنتيا جبتي لا كغوند سيكسيون. ما تنديروش النقط، كنديرو غير دوك لي كومبيتونس. تنتيا جبتي 7 بحال خوتك.
النقطه اللي كيستحقوا تيحطوها لهم. سوبوزو ما جابوش مزيان في شي فرد ما تيعاودوهش لهم. سوبوزو مثلا شي نقطه ما كيف ما جابوها كيف ما تحطي عليه بالدراع ديالهم. الا ما خدوش مزيان شي امتحان تيعاودوه لكم. داكشي اللي جابو تيجيبو، يعني من صغرهم تيتعودوا ان وقت الامتحان اللي جابو تيتحط لهم في البيلتان. وهذا حاجه اللي زوينه، كوم سا في البكالوريا كيكونوا ديجا مهيئين بان يعني الامتحانات ماشي بحال مثلا كاين بعض المدارس في الخصوصي ملي ما تيجيبش الدري مزيان تيقدروا يعطيو فرصه ثانيه، او لا تيجيب نقطه مثلا ما هياش وتيقدروا يزيدوا ليهم. هذا هو الحاجه اللي ما تلقاوش في المدرسه العموميه. دونك فوالا، هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى اني نكون جاوبت على الاسئله ديالكم كلها، ومره مره نحط لكم دي فيديو هكذا يعني اونتر فامي تنخدموا لي ديفوار، ولا تيديروا شي حاجه تاع ميوزيك، ولا تشوفوا معنا شي يعني شي حوايج هكذا اللي نبغي نوريها لكم. دونك نشوفكم فيديو قريب ان شاء الله. تخيلتوا وديت اوفوار.